انت بتتكلم بالروح دي، انت نصايحك او رسائلك مش بتوجهها بس للعيبه زمايلك في الفرقه، انت بتوجهها كمان للناس وبتوعدهم ان شاء الله يا رب يعني تكونوا عند حسن ظنهم. بس قبل ما نختم بقى، نستغل وجود حضرتك معانا كابتن سعد، وانت ما شاء الله عليك يعني اعلامي رائع ومحلل كروي اكيد رائع، واحنا دلوقتي هنعرض لك يعني لقطه ماتش الاهلي، هدف الاهلي لما لعبته مع ايه؟ لا لقيت الناس كتير خلي كده بالك مستنيك عشان تتصور معاك عشان تصوروا معاك طبعا. الماتش ده انا عايزاك تحللت يعني تعلق لي على الهدف ده. ده الجون اللي انت عيطت فيه. ده الماتش اللي انت عيطت فيه. طب يكبر انا هتقولنا على الكبيره دي يا جماعه، مش شايفين من بعيد. ده هدف الكونفدراليه الكابتن عماد متعب في 2015. قول لي عيطت زي يعني حسيت بايه؟ قول لي خلاص هو كان خلاص حاجه ما يصفر يعني. هو كل عشان كده بقول لك يا كابتن، الجمهور اللي في الملعب مختلف خالص عن اي جمهور تاني. هو ده جمهورك الاساسي، وهو ده جمهورك الحقيقي. هو ده اللي تاخد منه الترمومتر بتاعك. فالناس طول اخر ست دقايق عماله تقول يا رب يا رب. كلمه يا رب دي هزت الاستاد طبعا. فلما جه الجون، هو لو الجون يرجع من الاول، الكره دي كانت هجمه علينا اصلا. رجع شويه الكره دي كانت هجمه علينا. وبعدين رجع سنة، عشان معانا دلوقتي المحلل الرياضي كابتن سعد سمير يشرح لنا بالظبط الجون جه ازاي، غير احساسه هو انه عيط يعني. خلاص بقى احنا خلصنا العياط، نتكلم في الكوره. ماشي. ف أيوة. الكره كانت هجمه علينا، وبعدين اتلعبت لعاشور. عاشور استلم ووصل لعبد الله. قبل ده كله عبد الله حط الوليد. وليد هو اللي رفع بيمينه كمان. وليد اللي رفع بيمينه. بس انت اول حاجه كابتن هاني شفت الفنت اللي وليد عمله الاول علشان خاطر يفضي نفسه من الرقابه، من الباك اللي كان ماسكه. وبعدين عبد الله حط له في مساحه، وليد بيرفع بيمينه. متعب في الجون ده عمل حاجه كويسه قوي. ووليد بيرفع بيمينه، متعب قال جمله كويسه قوي، قال ان اللي بيرفع بيمينه صعب يودي الكره على البعيده عشان رجله العكسيه. بالظبط، يا دوبك يطلعها، يا دوب هيطلعها على القريبه. هو توقع عماد متعب في الجون ده طبعا. ده من عبقريه متعب ان هو كهداف مفكر كده كمان، ان فكر كده يعني. لو ترجع الكوره رجعها شويه لو قادر، رجع وليد سليمان بيرفع الكوره برجليه اليمين. ايوه استوب. ايوه. والحاجه الثانيه السردباك ده طويل جدا اللي قدام متعب. فمتعب قال لي كل كوره في الماتش الواد عمال ياخد كل كوره طويل جدا. فمتعب قال انا هعمل فنت عليه، يعني بيقول لي كنا بنتكلم بنشرط ان هو هيعمل فنت عليه بحيث ان السردباك ياخد خطوه ومتعب يسحب نفسه وراه، ان كان نفسه ان الكره دي تعدي بس السردباك الاولاني. يعني اتكلمت على الجول ده سعد يعني في لا هو متعب عمال يتكلم على السردباك، على السردباك ان السردباك طويل فبياخده القريبه، كل كره عاليه على القريبه هو واخدها. فهو كل همه ان وليد يعدي الكره بس من فوق السردباك الاولاني. لو عدت من فوقيه خلاص بتعدي، لو عدت من فوقيه خلاص متعب قال جون. وفعلا متعب هو مركز ووقف في الهواء ان الكره دي هتعدي. هو عمال بيقول لي قبل ما الكره تجي لي، بيقول يا رب تعدي. بس النقطه المهمه ان زي ما اقول لك ان هو عشان عارف ان وليد هيلعب بيمينه، فعمر ما الكره بيمينه هتوصل. انا لو واحد اشول هرفع بشمالي الكره هوصلها على القريبه. فبص لو تركز فيها كابتن، الواد عمل جامب عالي جدا. بص جامب عالي وعدت يا دوبك بايه؟ عدت منه. ووليد زي ما انا بقول لك رفع على القريبه فعدت منه. فمتعب طبعا، ومتعب عنده ميزه بيعملها على طول، ما بيلفش الكره بدماغه. يعني الكره لو جايه له من الزاويه دي بيحطها في نفس الزاويه بتاعتها. ما بيلفش كده في التمرين، يعلمني كده ما تلفش دماغك. حتى لو لعبتها في نفس الزاويه والكره قلشت هتبقى في الجون. فكان يوم طبعا. طب ده انت اعلامي ماشي ومحلل مش قوي يا كابتن. لا 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 سعد، انت عشان بس عايز تجاملني. لا يا حبيبي والله لا بجد حاجه محترمه جدا.